وختام فقرتنا الختام المسك مع الصوت الجميل والفن، ويعني حاجات كتيرة ومواهب كتيرة. دايما الفنان فعلا بيبقى الفنان الموهوب بيبقى عنده حاجات كتيرة، وفناننا النهارده اللي خطفناه زي ما قلت لحضراتكم، يعني خدناه في وسط حاجات كتيره بيعملها. يعني احنا بنقدر طبعا تلبيه دعوتنا له، الاستاذ ايمن معروف. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا استاذ محمد. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذ. منور نيويورك وامريكا كلها. ده منوره بحضرتك وباسره البرنامج وبالمشاهدين اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي. ربنا يخليك، ربنا يخليك. انت من كبريت الاحمر لعفاريت عدلي علام، وحاليا دلوقتي بيوزع مسلسل الطوفان. الطوفان مسلسل فيه كوكبه من النجوم الفن في مصر والدول العربيه، الحمد لله، ومن ضمنهم طبعا الاستاذ ايمن. ومسلسل حاليا دلوقتي موجود على دي ام سي، ودي ام سي احدى قنواتنا، احدى قنوات عندنا في الباقه على الدش وعلى السلينج من خلال ريتش ميديا ايضا. فمسلسل الطوفان، خلينا نبدا بالاخر، من الاخر يعني. اتفضل. انت ليه بعدت شويه عن الطرب والغنى واتجهت اكتر للتمثيل؟ والله انا يعني ما بعدتش، انا عايز اقول لحضرتك ان انا متواجد على الساحه، لسه نازل لي البوم على موقع انغامي، ولسه نازل لي فيديو كليب على موقع انغامي. بس هو بس التمثيل طبعا بيكون لي انتشار يعني يمكن اسرع دلوقتي شويه. يعني المطرب النهارده اللي بيمثل وبيغني بيكون احسن، لان يعني السوشيال ميديا عملت حاجات كتير طبعا، غيرت الشكل العام، يعني غيرت سوق الكاسيت عموما. يعني مفيش بقى حكايه كاسيت دي، خلاص كاسيت ولا حتى في سوق كاسيت ولا سي دي ولا كلام من ده، دلوقتي كله اونلاين. طبعا. وحتى الانتاج انا يعني بعرف ان حضرتك بتنتج لنفسك. انا بنتج لنفسي فعلا. يعني اصبح الانتاج ما بقاش زي الاول، الانتاج كان الاول مربح جدا للاسف، كنت بتبيع انت. دلوقتي بتنتج وبتحط على اونلاين وعلى بنتج، وبعدين بيبقى في دلوقتي حاجه اسمها كول تونز بتنزل على الموبايل وكده، بس طبعا برضو يعني ما بتعملش، بتبقى ضعيفه للاسف. ولكن يعني الصوت الجميل ده اللي احنا هنسمعه دلوقتي يشرفني. عايز اقول لحضرتك يعني احيانا الطرب او الغنى يمكن في ناس كتيره بيتجهوا، خصوصا الشباب اللي صاعد كتير دلوقتي، بيبقى عايز بسرعه يوصل وعايز فلوس كتيره وكده، فبيلاقي ان هو يغني ويعمل بقى ويروح افراح ويروح حفلات ويروح كل يوم ويعمل 2-3 هنا وهنا ويعمل فلوس. انت ما عملتش كده؟ ما انا ما عملتش كده علشان يا استاذ محمد انا مش داخل علشان اعمل كده بصراحه. انا يعني الشغل بيجي طبعا. انت بتحب الفن؟ انا بحب الفن، يعني انا عايز اقول لحضرتك ان الشغل بيجي. انا عندي فرقتي في مصر الحمد لله مكونه من 17 فرد. ايوه. وانا مصنف في المصنفات الفنيه مطرب وعضو نقابه المهن الموسيقيه، وانا معتمد من الاذاعه ومطرب في الاذاعه، الاذاعه والتلفزيون، اتحاد الاذاعه والتلفزيون المصري. طبعا ده شرف كبير ليا. طبعا طبعا اتحاد الاذاعه والتلفزيون مش اي مطرب، يعني مهما كان احنا بنبص له يمكن نقول الصوت ده كويس، مره غنى اغنيه حلوه، اغنيه ثانيه مش قوي، لكن في الاذاعه لابد ان هو يكون عنده خامه صوت كويس. الحمد لله. في دلوقتي حتى بيتذاع لي كل يوم، هو يعني ما حدش عارف بكره في ايه، بس انا اقصد اقول ان هو العقد كده يعني مدى الحياه. الاغنيه بتتذاع لي على اذاعه البرنامج العام في برنامج اسمه حلقه في ودنك، انا اللي بغني التتر بتاعها. أيوة. كلماتي والحاني وغنائي. صحيح. ودي انا اهديتها لاتحاد الاذاعه والتلفزيون طبعا، وكان ليا الشرف، لان العقد بيقول ان الاغنيه تكون موجوده مدى الحياه. انت بتالف وبتلحن يعني، مش بس طرب. انا بالف وبلحن وبخرج، يعني انا اخرجت الكليب بتاعي عشان انا خريج اعلام. يعني انت بتالف وبتلحن وبتغني وبتمثل. ايوه. وبعمل فويس اوفر، وبعمل فويس اوفر، لان انا شفت حاجات اخراجك. وبعمل فويس اوفر كمان. بتعمل فويس اوفر يعني تاتش وود. يعني طب انا بقى كده، انت كده هتغرينا اكتر ان احنا بقى ايه. لا لا. يعني هنتكلم طبعا على الكبريت الاحمر وعلى عفاريت عدلي علام، وانا شايف ان خيري بشاره اعتقد ان هو مقتنع بيك اقتناع شديد، لانه انت يعني حضرتك معاه في الطوفان ومعاه في الكبريت الاحمر. هو الاستاذ خيري بشاره
انا بقدم له طبعا تحيه من برنامج حضرتك من امريكا طبعا يعني. واحنا بنحيي طبعا استاذ خيري بشاره وبنشكره على الاعمال طبعا وبهنيه وبقول له مبروك طبعا على يعني الطوفان. عرض مسلسل الطوفان. وعايز اقول لحضرتك ان الاستاذ خيري بشاره هو اللي مكتشفني في التمثيل. ايوه وده ليا الشرف طبعا ان انا يكون مكتشفني مخرج كبير وعظيم زي الاستاذ خيري بشاره. عشان كده هو مش سايبك خد بالك يعني. وده شرف ليا والله العظيم حياه ربنا. انا بجد مبسوط جدا ان انا فعلا كنت اكتشاف مخرج كبير زي الاستاذ خيري بشاره. بس كنت ضابط برضو تحقيقات في مع رامي امام وعادل امام. يعني كان عادل امام طبعا ان انت تقف قدام عادل امام دي حاجه هو يعني. هو انا وقفت في المسلسل اللي كان فيه الاستاذ عادل امام بس المشهد بتاعي للاسف ما حصليش الشرف ان انا اجتمعت مع الاستاذ بس عادل. بس كنت كان معاكم يعني كنت بتشوفه وكنت انا يعني الاستاذ عادل طبعا يعني انا شفت الاستاذ عادل في الكواليس طبعا طبعا طبعا. عايز اقول لحضرتك من الشخصيات المحترمه جدا اللي قابلتها في حياتي كان الاستاذ عادل امام وقمه التواضع. يعني ممثل بهذا التاريخ. لما تيجي ناس كنا بنصور في المستشفى يوميها مستشفى في 6 اكتوبر. عايز اقول لحضرتك لما تيجي ناس بتسلم على الاستاذ عادل امام الاستاذ عادل امام بيقوم يقف يسلم على الناس مش بيقعد يسلم عليهم يعني واحد تاريخ الاستاذ عادل عنده راجل اصيل يعني مصري يعني اصيل مش حاطط رجل على رجل وبيسلم على الناس مثلا بان هو السوبر ستار النجم العالمي الاستاذ عادل امام الزعيم لا يعني انا بقول شهاده يعني انا شفتها بعيني وبيقوم يسلم على الناس واهلا اهلا يا استاذ ازيك يا استاذ اهلا وسهلا اهلا يعني طيب حضرتك نرجع معلش يعني طبعا الاستاذ عادل امام يعني مفيش اي كلام عليه يعني طبعا وابنه كان رامي امام هو المخرج طبعا. هل كان بيسمع كلامه؟ بص حضرتك يعني عادل امام بيسمع كلام رامي ولا رامي اللي بيسمع كلام الاستاذ يعني مدي كل الحريه للاستاذ رامي كمخرج والاستاذ رامي اللي بيقول عليه في اللوكيشن هو اللي بيحصل يعني يعني الاستاذ عادل مش بيتعامل مع الاستاذ رامي في اللوكيشن ان هو ابنه. والده وهو ابنه خالص والله يعني بجد. وهو الاستاذ رامي ما عندوش الغرور اللي هو كان هو ابن عادل امام يعني بالعكس ده الاستاذ رامي من اجمل الشخصيات اللي انا قابلتها في حياتي والله يعني بدون مجامله يعني مخرج محترم في قمه الاخلاق ونرجع تاني الاستاذ خيري بشاره اللي هو دايما عنده كده افكار مختلفه ودايما مخرج عظيم يعني مخرج جميل يعني طبعاً. وفيلم ومسلسل الطوفان ده يعني مهم جدا لانه جمع ابطال ونجوم كثيره صعب جدا انت تجمعهم في عمل دلوقتي كل واحد منهم عايز يعمل لوحده مسلسل كل واحد حقيقي. عايز التركيز عليه هو بس ده بس هو جمع الناس دي يعني عمليه صعبه ان هو يتعامل حقيقي. مع الناس دي كلها طبعا وبرده بنوجه تحيه للاستاذ ريمون مقار منتج العمل أكيد. والاستاذ محمد محمود عبد العزيز طبعا المنتجين اللي ساعدوا بضم هذا القدر الكبير من الممثلين يعني طيب نشوف حاجه من الطوفان كده مش عارف لو معانا حاجه من الطوفان سريعه كده ونرجع تاني مع ايمن معروف الكلب عنده استعداد يخسر ملايين الدنيا بس على ايده ايه وعشان ايه كمان عشان يفضل طول عمر اسم الصواف اكبر من اسم مخلوق لو قعد يخسر سنين يا حاج مش هيعرف ايوه لا يستفاد كلمتين لا يسلي الوضع يقول ايه ان الصواف في المنطقه دي عنده اكبر محل طبعا لو انا حتى اشتريت جنبه محل هيبقى ايه دكانه يا حاج ما احنا في منطقه ثانيه كتير واخدين اكبر مساحه عايز حق غليل الصواف في المنطقه دي قعدنا على الخازوق قعدنا على ايه؟ الخازوق يا حاج ايوه المرحله الثانيه هيبداوا فيها قريب والمزاد وهيتفتح كمان كام شهر المهم بس يا حاج ان شغلتك تبقى حاضره ورونا يا خليل طب مش هنقفل على حسابك ورع خليل من قدامي لا هنقفل ولا هنفتح الصبح وخلي العيال دي يشيل الكراتين دي يعني مش سهل برضو العملية قدام كم الممثلين اللي في الطوفان ومع الفنان ماجد المصري طبعا كانت العملية يعني صعبة شوية كلمني عن دورك شوية في مسلسل الطوفان
ما فيش، هو دوري من كام حلقة شفناها كده المحاسب. انا المحاسب. انا المفروض ان الاستاذ ماجد المصري خليل المحاسب. انا خليل، طالع اسمي خليل. شخصية خليل المحاسب. المفروض ان الاستاذ ماجد المصري هو الحاج خالد، عنده سوبر ماركت كبير وما بيحبش حد يبقى اعلى منه. هو بقى يعني عنده استعداد ان هو يعني يخش في، مش عايز احرق المسلسل طبعا، يعني بيخبط معاك انت بقى كمحاسب. لا هو بيطلع عرفه عليا، يعني طول المسلسل هتلاقيه بيطلع عرفه عليا انا. لان انا المفروض طالع شخصيه غلبان، يعني ولد غلبان وطيب وطبعا في بقى مفاجآت جايه، يعني المفروض أكيد ان انا بقى طبعا انا مش في حاجات مع المسلسل، لانه المسلسل عبير موجود على الدي ام سي دلوقتي. شغال في كمان مع الاستاذ عبير صبري، المفروض ان انا هطلع بقى وهي المفروض طالعه مراته، فهيحصل مش عايز احرق. هيحصل بقى حاجات مش عايز تحرق. طب بس انا هقول لك، يعني انت في هو بيطلع عصبي عليك وكده، وانت راجل انا حاسس ان انت الفن في دمك في كل حاجه، فبتتقمص الشخصيه زي ما هي يعني. يعني الاحساس لو بيجي، لو حضرتك تلاحظ ان انا طالع غلبان كده فبعد ما بيخلص الشوت اعتقد ان انت مش بسهوله بتتخلص من الشخصيه، وهو نفسه ما بيتخلصش من الشخصيه بسهوله، يعني ممكن تتعاملوا مع بعض بنفس الطريقه دي بعد ما الشوت يخلص مثلا. بنتكلم نص ساعة. انا والاستاذ ماجد على نفس اللي هيحصل بعد الثيم ده. المشهد اللي هيحصل بعديه، انا والاستاذ ماجد بنقعد نتكلم مع بعض. يقعد يقول لي تعالى يا ايمن، فبقول له اتفضل يا استاذ، فيبقى ماسك السيناريو ونراجع انا وهو مع بعض، انا وهو مع بعض ويكلمك بنفس الطريقه دي. وعلى فكره عايز اقول لحضرتك ان الاستاذ ماجد من الشخصيات اللي بتدي كومنتات تفيد الممثل اللي قدامه. يعني مثلا انا كنت بقول الشكل ده، فبيقول لي يا ايمن طب بص اعمله بالشكل ده عشان يبقى طالع شكله اقوى. طبعا بالاضافه طبعا وعلى راسهم طبعا وعلى راسنا كلنا الاستاذ خيري بشاره، طبعا مع كامل احترامي ليه كمخرج، هو اللي ليه التعديل الاول والاخير. يعني انا فعلا بس انا اقصد اقول المشهد نفسه، المشهد اللي هيدور ما بيني وما بين الاستاذ ماجد كان بيحصل بيني وبينه هو كلام قبل ما نخش. انا يعني بصراحه لما شفت مشاهد كثيره في مسلسلات، يعني يمكن كبريت الاحمر وعدل علام والطوفان والكلام وبعض ايضا شفت كليبس لك، حسيت فعلا انت فنان، يعني عندك حاجه عايز تقولها وعايز تعمل حاجه كبيره، وانا متوقع يعني يمكن هتفتكر الكلام ده يمكن كمان شويه، ان انت هتبقى من الفنانين الكبار جدا على مستوى الوطن العربي، وان شاء الله نخرج بره الوطن العربي كمان ان شاء الله. يا استاذ محمد دي شهاده اعتز بيها من اعلامي محترم، ربنا يخليك، واعلامي شيك زي حضرتك. بس انا مش عايزك بقى ايه تاخدنا كده في دوكه كده ونسمع حاجه. انت دايما عندك شويه اغاني كده شويه فيها نوع من انواع الدراما اكتر من الاغاني المفرحه. ايه السبب؟ السبب ان السيناريو اللي بيجي لي علشان اعمل، يعني انا مثلا الاغنيه الدراما اللي انا عملتها كان دي تتر مسلسل مكان في القصر بطوله الفنانه غدا عادل. الاغنيه دي من الحاني برضو. فعايز اقول لحضرتك انا اتكرمت عنها في امريكا هنا الحمد لله، واتكرمت عنها في مصر في نقابه الصحفيين برضو. فعايز اقول لك ان هي يا استاذ محمد الاغنيه طالعه دراما لان السيناريو بيتكلم عن الحوار كان بتاع الاغنيه عن الحياه وعن واحد ما يعرفش بكره فيه ايه ويا ترى. طبعا كان السيناريو الاستاذه غاده كانت المفروض طالعه اسمها ملك، المفروض ان هي ما تعرفش بكره فيه ايه، يعني بتتنقل من حاله لحاله. ما تاخدناش كده بقى، لازم نسمع لان انا عايز استغل بقدر ما كان الوقت اللي احنا قاعدينه مع بعض ان انا ناخد منك حاجات كتيره يعني طبعا، ونسمع حاجات كتيره طبعا. هتسمعنا ايه دلوقتي؟ والله اسمعنا في حاجه عن الصبر كده عجبتني، يا ريت سامي المشاهدين برضو يسمعوها معانا. طيب خلاص حاضر، يلا بينا نغني حاجه عن الصبر. وفي شويه حاجات تانية كده برضو هقول لك عليها. خلينا طيب حاضر هقول. وصفولي الصبر لقيته خيال وكلام في الحب، كلام في الحب يا دوب يا دوب انقاس، اهرب من قلبي اروح على فين، ليالينا الحلوه في كل مكان مليناها حب احنا الاتنين، ومالينا الدنيا امل امل، اهرب من قلبي اروح على فين، ليالينا الحلوه في كل مكان
مليناها حب احنا الاتنين، ومالينا الدنيا امل، امل وحنان. عيني عيني على عشقين، حيارى مظلومين، عالصبر مش قادرين، عالصبر مش قادرين. ما قدرتش اصبر يوم على بعده، ده الصبر عايز صبر لوحده لوحده، وما اقدرش على بعد حبيبي، ما اقدرش على بعد حبيبي، ما اقدرش على بعد حبيبي. انا ليا مين، انا ليا مين غير اللي حبيبي. الله 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 الله. يعني عايز اقول لك حاجه، انت خدتنا وخدت الناس وخدت الجمهور كله في مود تاني خالص. اتمنى. صوت جميل وصوت حلو. شكرا. يعني بقول لك خدتنا في منطقه تانية خالص. يعني اتمنى اكون عملت كده بجد يا استاذ محمد. يعني طب انت، انت مفيش حفلات هنا في امريكا؟ يعني لسه ما حصلش نصيب يعني. هو ممكن اكون عملت حفله قبل كده، بس كانت حفله يعني بشكل ودي خاص يعني شويه. من ضمن فعاليات التكريم يعني. طب خلينا نعرف يعني بعد طبعا الصوت والناس سمع ده، عايزين يعرفوا ايمن معروف اكتر. مين ايمن معروف؟ انت بدات امتى؟ اقول لحضرتك انا باختصار، انا مطرب اذاعي، بدات في الاذاعه في اذاعه نجوم اف ام في مصر سنه 2008. نزل اغنيه ليا باسم. لا وانت صغير يعني كان في عندك 2008 مشاير مثلا؟ لا يعني وانت لسه في اولى خطواتك مثلا، 7 سنين 8 سنين حصل كنت بتعمل. حصل طبعا يعني في وسط يعني المدرسة. يعني اكيد انا بسمع كل الفنانين بيقولوا نفس الكلمه، المدرسه، لان طبعًا الفنان بيتولد بالموهبه بتاعته 100%. بس انا عايز اقول لحضرتك ان الموضوع مش كان المدرسه بس، هو كان البيت يعني. انا والدتي يعني صوتها حلو جدا، امي انا أيوة. صوتها حلو جدا، فانا اتعلمت الغنى من والدتي. بس هي ما دخلتش في لا 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 خالص. ماما لا 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 ده ده الكلام ده الناس اول مره تعرفه اساسا. ايوه ايوه ده سابق انا يعني. اول مره اقول الموضوع ده يعني. فهي صوتها فعلا حلو جدا والدتي، فمن هنا اتعلمت الغنى. عارف حضرتك اصلا البيبي بيتولد بيتعلم من والدته كل حاجه 100%. فانا لقطت منها بقى الصوت والاحساس الحلو، فمن هنا بقى بدا الموضوع يعني. ربنا يبارك في صحه عمرها. وبعد كده طلعت على الاذاعه. طلعت بقى على الاوبرا. بعد الاوبرا رحت لعم عبده داغر، دربني على الغنى والطرب بالكمانجا طبعا، على اصول الغنى يعني. وبعد كده اتجهت بقى الاذاعه، عملت اللي هي اغنيه سنجل بعنوان النفوس اتغيرت. ايوه 2008. بعد كده نزل 2009 ليا سنجل تاني بعنوان حبيبي ارجع لي. ايوه الاثنين كلماتي والحاني. الحمد لله جابوا اعلى فوت في الاذاعه في الوقت ده. كل ده من انتاجي برضو يعني. كويس. من وانا صغير. انت بتشتغل وبتصرف على شغلك يعني. عشان حابب يعني. انت حابب اللي انت بتعمله. يعني حتى الاغاني دي كانت دراما. ما عملتش اغاني تشغلني في الافراح، وما فكرتش ايوه ما انا حسيت كده برضو. يعني انا عايز اشتغل افراح وكل كويس. حاجه بس وبعد كده بتجي للاحساس اكتر. التحقت بكليه الاعلام. التحقت بكليه الاعلام قسم اذاعه وتلفزيون، والحمد لله اتخرجت وقسم اخراج اذاعه وتلفزيون. ولما اتخرجت بقى اخرجت لنفسي الفيديو كليب اللي حضرتك شفته، بطله الكليب مدربه الاسود العالميه انوسه كوتا، انا بشكرها على الهوا على مشاركتها معايا. بشكرها وبنوجه لها تحيه اكيد يعني. اصلا مش بتطلع موديل مع اي حد في الدنيا. أيوة هي أيوة. عشان حبت تتر مسلسل مكان في القصر. لان انت قلبك ابيض ونضيف. انا بشكرها فالناس بتحبك. شكر جدا يا استاذ محمد. وبعد كده انت اتجوزت بدري شويه ولا؟
هي لا مش بدري خالص بالعكس. هي بنت عمي. بنت عمك. بنت عمي مي. بنت عمي طبعا هي وحشاني جدا، هي بتتفرج عليا دلوقتي. اكيد فعايز اقول لحضرتك زينة بنتي زي الفل طالما مع مامتها. وحشاك. جدا طبعا، بس مطمن عليها عشان مع مامتها. مامتها واحنا بنوجه لهم التحيه لزينة ومامت زينة مي. مي يعني يعني ربنا يخلي لكم ايمن، وقد ايه انا شايف الحب طبعا لكم هنا والوحشه قد ايه، وان شاء الله هتتقابلوا قريب يعني ان شاء الله. ف وزينة اخبارها ايه؟ زينة قد ايه؟ زينة عسوله. زينة اتولدت هنا في بروكلين. كويس. وبعد كده نزلت بقى، نزلتها هي ومامتها، وانا طبعا زيت انا باجي امريكا يعني بقعد شويه وبنزل. طيب انا بقى دلوقتي بمناسبه زينة ومامت زينة وهم وحشينك قد ايه، لازم نسمع لهم نسمع حاجه توجهها لهم. حاضر، اوجه لهم اقول لهم الاغنيه اللي بيحبوها. وبيننا معاد لو احنا بعاد اكيد راجع، ولو بيني وبينه بلاد وصد عيني في كل مكان، وصد عيني في كل مكان. يعني الغربة أثرت معاك شوية؟ الغربة أثرت معايا شوية، بتعمل حسيس ومشاعر ويعني بتجدد، يمكن بتولد كلمات وألحان مختلفة. حاولت تخلط ما بين الغرب والشرق شوية مثلا في المزيكا، في الكلمات، بعد ما شفت الناس هنا في أمريكا وشفت العرب وشفت الأمريكان وشفت المصريين يعني برضو خلطة كده مختلفة. عايز أقول لحضرتك الخلطة اللي ممكن تحصل برضو هتكون الشرقي، أنا بحب الشرقي يعني. احنا بنتجه للاغاني بتاعتهم. ايوه. هم ما بيفكروش يغيروا الاغاني بتاعتهم للشرقي. ما بيفكروش يعملوا كده. أكيد. ان هم مقتنعين بس لما بيشوفوا الشرقي بيحبوه. وانا لما بشوف الاغاني بتاعتهم بحبها. لكن انا مقتنع ومؤمن جدا بالغناء التراث الشرقي اللي هو المصري الاصيل، ام كلثوم، محمد عبد الوهاب، عبد الحليم حافظ، دي نجات، دي الفن، دي الكالتشر بتاعتنا والعادات والتقاليد. ما اقدرش اغير فيها. والذكريات كلها دي هي دي الفن. ممكن يتغير في المزيكا، ممكن نعمل اللوبس نفسه بتاع المزيكا في اغاني سريعه وتكنو وباب ونعمل الحاجات دي، بس برضو الغنى هيكون شرقي. طيب في حضرتك يعني في الطرب، وانا شايف يعني ده يعني ربنا حباك بموهبه جميله. متشكر جدا. دي يعني يتمناها ناس كتيره قوي. متشكر. بس الحته دي ربنا يخليك. ولكن انت عندك موهبه الكلمات ايضا، بتالف وبتلحن وبتغني وبتمثل فوق ده كله. طبعا انا لغايه دلوقتي ما قلتلكش حاجه من كلماتي والحاني. ما احنا نسمع حاجه في الاخر. مسلسلات في مفيش اتجاه ناحيه السينما ان شاء او المسرح الله. ان شاء الله. هو في يعني الحمد لله رب العالمين في ترشيحات كتير للسينما الحمد لله رب العالمين، ودوت يوش الاستاذ خيري بشاره والاستاذ رامي امام عليا حلو الحمد لله جدا يعني، وان شاء الله خير باذن الله يعني. طيب انا نازل يعني مصر علشان ده ان شاء الله. ان شاء الله يكون في خير. وانا بقول يعني الناس يعني عايز اقول لحضرتك حاجه، انا بوجه رساله لمنتجين وكلهم كتير اصحابنا، منهم في كتير منهم اصحابنا، شكر جدا ان في موهبه يعني بصراحه. الاخلاق نمره واحد، دي لله. فوق ده كله الحمد الاخلاق لله. والذوق ده لوحده ده كفايه ان الواحد يتعامل مع شخص زي ايمن معروف باخلاقه وبحبه وحساسيته في كل حاجه يعني في كل كلمه لله. بيقولها. وفوق ده كله بقى الموهبه المتعدده. والمسرح، انت حضرت مسرحيات هنا في امريكا؟ حضرت مسرحيات، بس عايز اقول لحضرتك يعني ما كنتش من الشخصيات اللي بتهتم. انا بكون صريح مع حضرتك. أيوة. يعني ما كنتش من الشخصيات اللي تهتم ان انا احضر المسرح الامريكي عموما يعني، لكن بهتم جدا بالمسرح بتاعنا يعني في مصر. بحب اتفرج على مسرح الاستاذ محمد صبحي جدا، بتعلم منه بستفيد. بحب اتفرج طبعا على مسرح الاستاذ عادل امام، بستفيد بتعلم منه. هنا المسرح اكتره يعني، هنا المسرح غنائي. آه. دايما هو مسرح هنا
عبارة عن عرض شو. مظبوط. مش المسرح اللي هو قصة. مظبوط. يعني في قصة برضو ولكن الغناء والرأس فيها بيبقى هو الغالب يعني. أيه مظبوط صحيح. آه. فأنا يمكن بميل أكتر يعني لتراث بلدي أكتر يعني أنا. وأنا بحييك يعني على ده لأنه أنا هقول لحضرتك حاجة فضل. يعني فنانين كتير وناس كتيرة وغير فنانين حتى لما بروحوا الغرب بيتفخر ان هو ده انا رحت في البرودواي عملنا كذا رحنا شفنا مسرحيه كذا الامكانيات مش انت شرقيتك واخداك طبعا وهو لو ما كانش كده ما كناش نحافظ على تراثنا طبعا صحيح طبعا فدي يعني دي تحيه كبيره طبعا دي ان انت يعني بتحافظ على التراث اللي هو الأصيل طبعا طبعا أنا عايز أقول لحضرتك يعني أن التراث هو اسمنا يعني إحنا ماشيين كمصريين في العالم وبنحمل التراث طيب. وسام على صدرنا أسمع يعني. بقى منك من ألحانك وكلماتك حاضر. وبصوتك الجميل حاضر هسمع حضرتك أغنية أنا كنت عاملها زي ما قلت حضرتك هي أول أغنية ليا خالص بقى اللي أنا بدأت بيها المشوار الفني هي 2008 يعني. اللي هي النفوس اتغيرت فيا رب تعجبك وتعجب الجمهور يلا هنختم بالأغنية دي ومع وعد بلقاء دايما طبعا سواء هنا أو في مصر أو في أي مكان إن شاء الله إن احنا يعني يعني الفنان أيمن معروف شرفني بيشرفنا احنا كبرنامج الجسر إن هو دايما يكون هو ضيف الشرف بتاعنا في كل الحلقات يا فندم بشرف لي متشكر جدا على كلام حضرتك نختم مع الكلمات والألحان والأداء الجميل الرائع للفنان أيمن معروف وأقول لكم تصبحوا على خير وأشوفكم الأسبوع القادم النفوس اتغيرت بين الناس والكلام بقى كله مادة ومال وخلاص فاكرين الدنيا دايما ناسين إنها فانية مش حاسة ببعض ليه الناس مش خايفة على بعض مشاهدين وإن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم وحلقة جديدة من الجسر انتظرونا الأسبوع القادم هيكون عندنا مواضيع هامة جدا بتهمكم وأقدر أقول لكم دلوقتي تصبحوا على خير Good night